اهلا وسهلا فيكم اصدقائي في حلقة جديدة في يوم جديد في موقع مش جديد كثير لكن فيه اشارات كثير. طيب اعذرونا طبعا اخوان على العصبية، طبعا مش مشترك لا تنسوا في القناة وفعل الجرس عشان تشوف الحلقات السابقة وتشوف الحلقات الجاية ويستفيد من القناة، تمام، وان شاء الله الامور طيبة. اعذرونا على الحلقة السابقة على شوية العصبية، تمام، بس خلونا نضطر نعصب، ماشي، يعني احنا بحاول نوصلكم لنتيجة ولكن في ناس والله ما بتوصل، في ناس بتتخرب وبس، تمام. اخوان من ثلاثة ايام لغاية اليوم اربع محاولات تهكير للقناة لكن الحمد لله ما زبطت، تمام، اربع محاولات تهكير للقناة. في ناس ما بدهاش تستفيد، في ناس ما بدهاش الناس تستفيد، ماشي، استوكر احنا الها واحنا بالمرصاد. طيب هناك إشارة جديدة اليوم إخوان ونشتغل عليها بالطريقة الحلوة المرتبة، لكن بدنا اليوم شوية سيفتي لأنه بتعرفوا شو جوا الجورة هاي، فبدنا شوية سيفتي، بدنا نلبس السيفتي إخوان، تمام. طبعا يا إخوان دائما دائما اللي طالع يبحث يبحش أو طالع يبحث، يعني طالع تبحث عن الإشارة أو طالع تبحث عن الإشارة، تمام يا إخوان، خلي لباسك ضروري تكون في، يعني خلينا نحكي في امان، تمام، خلي لباسك هو عبارة عن، يعني انت عندك بوت السيفتي، عندك لابس جينز يا اخوان، الجينز كويس هذا، ماشي، شوي الشوك والهذا واللدغات الحية العقرب إلى آخره، ماشي، السيفتي بتكون تضرب، انت بتكون ماشي بتضرب مثلا بصخرة ممكن تكسر اجرك، تمام، بتكون لابس، بتكون مجهز حالك اخوان بكفوف، ماشي، اذا كنت بدك تنزل بحشية حاول انه يكون معك ناس، ما تنزل لحالك، ضروري جدا، لانه زي ما احنا بنسمع وبنشوف اكثر من مرة صار انه انهدت العمارة على ناس وماتوا فيها، انهدت المغارة على ناس وماتوا فيها. فيا اخوان رجاء اللي بده يطلع يبحش يأخذ حدا معه، ما يكون لحاله، ماشي، ضروري ما يكون لحاله، يأخذ احتياطاته كاملة، السيفتي إلى آخره، الكفوف، يعني الاحتياطات كاملة. طيب بدنا نشتغل على هاي الإشارة اليوم ونشوف شو وضعها ونشوف على إيش بتدل، ماشي، طبعا إشارة حلوة كثير حلوة، مش شوي، كثير حلوة، تمام، لكن أنا بدي أخذ شكل الإشارة من الخارج، تمام، وبعدين أخذ قياسها، مثلا اعرف شو قياسها او اعرف شو التوجيه تبعها او اعرف على ايش بتودينا او اعرف على ايش الوضع كامل، تمام، خلينا نشوف مع بعض. هاي إشارة بسيطة اخوان، تعرف الواحد يعني لما بيجي بحط ايده هيك بهالطريقة هاي، ماشي، يعني حطيت ايدك انت، هل انت بتعرف شو في جوا؟ ممكن يطلع لك حية، ممكن يطلع لك عقرب، ممكن يطلع لك أي شيء، أي شيء ترتمي في هالصحراء ما حدا يدرى عنك غير بعد ثلاث أربعة أشهر تا يعرفوا إنه والله في واحد مات، هو أنت بجوز ما يعرفوش، تمام. اليوم عشان نشتغلها بالطريقة الصحيحة. طيب عندي الإشارة هاي، أنا زي ما أنتم شايفينها، خلينا نصورها من جوا، هاي تذكرتها خلصت هون، عرفتوا؟ هاي هيك من هون زائد تشكيل المغارة، تمام. إذا صار في عندي تشكيلين للمغارة، تشكيل أول تشكيل ثاني. التشكيل الأول اللي بنحكي عنه اللي هو هذا، شايفينه؟ طبعا هاي بصماته موجودة، هاي بصمة هون، هاي بصمة هون، هاي بصمة هون، زائد هاي بصمة موجودة هون، تمام، بصماته موجودة معاه، تشكيل المغارة الأول بصماته تشكيل موجودة معاه. طيب تشكيل المغارة الثاني هذا هو، هذا التشكيل مهم أكثر من هذا التشكيل، تمام، ليش؟ التشكيل الداخلي اللي احنا شايفينه هذا مهم أكثر من التشكيل الخارجي، ليش؟ شوفوا يا أخوان اللي خبى الإشارة بالطريقة هاي، طبعا إذا أنا باجي عليه الإشارة هاي وورجيكم إياها من شكل ثاني بتبطل تبين يا اخوان، تمام، شايفين الإشارة كيف بطلت تبين، هاي هيك مفيش إشارة، صحيح، نيجي هيك بنلاقي إشارة، اللي خباها بالطريقة هاي خبى
حباها لأنه فيها إشي ماشي، لأنها بتدل على إشي خطير، ما بتدلش على إشي عادي. تمام. يعني نشيل هذا غزغزنا، بتدل على شغل مزبوط 100%. إذا في عندي تكنيز ماشي، أنا ما بقول إنه هو في تكنيز، قالوا الإشارة بتدل عنه هو تكنيز، لا أنا بقول إنه في تكنيز لأنه أهمية الإشارة ووضع الإشارة بهالطريقة هاي أعطاني إنه هذا أو هاي المغارة مهمة جدا. تمام، أعطاني أهمية كبيرة للمغارة وضع الإشارة بالطريقة هاي ماشي. ما بأخذ أهمية هاي، بأخذ أهمية هاي، لكن هاي شاملة مع هاي، بوجود سرداب ما بين هاي وما بين هاي. الله أكبر والعزة لله. خليكم معنا، خلي بس نصل الآن. طيب نتابع يا أخوان الإشارة، نتابع الإشارة ونتابع حل الإشارة. إشارة مهمة زي ما حكينا وزي ما بلشنا فيها، إشارة مهمة جدا. تمام، بنكملها وبنشوف شو وضعها. طيب شفنا تشكيل المغارة، طبعا هاي احنا هيك اتأكدنا انه ما في لا حية ولا عقرب ولا الى اخره. خلينا نشلح السيفتي، هذا مهم جدا يا اخوان، مهم جدا في طلعاتكو، مهم جدا. طب احنا ما بنبيعه يا اخوان، موجود في محل مواد البناء حقه 75 قرش، احنا ما بنبيعه عشان واحد يجي يقول لك هسه بورجينا فيها عشان بده يبيعنا اياها يا اخوان. ها دعايه، بصير اقول لك دعايه، فيش عندنا محلات مواد بناء، ما عندناش محلات مواد بناء، هاي موجوده في محلات مواد البناء في اي مكان، بتروحوا بتجيبوها يا اخوان حقه 75 قرش ولا ليره، والله ما عارف ليره بجوز، ام الدينار الاصليه هاي 70 تمام بدينار حقها يا اخوان، تشتروها وتجوا تشتروا فيها هلو عنا يلا. تمام، خلينا ناخذ الإشارة أخوان. زي ما حكينا هاي عنا احنا تشكيل المغارة الأولي، طبعا هذا مهم، مش انه هذا بس المهم اللي جوا، لا هذا كمان مهم يا أخوان. طيب شوفوا كيف تشكيل الصخرة أو تشكيل الإشارة كإشارة، شوفوا كيف من الداخل. طبعا عندي هون أول اللي هو أول بصمة، عندي بصمة ثانية هي هون، عندي بصمة ثالثة هي هون. تمام، عندي بصمة رئيسية هيها، شايفينها هاي هي بصمة رئيسية ورائعة، روعة يعني حلوة مرتبة. تمام، اللي مسويها يعني مرتب كويس. عندي حبة العدس أو حبة الحمص، نسموها حبة حمص تنتين. عندي لجف، لكن لجف مغلق، إذن بدي أخذ اللجف هذا المغلق، بدي أخذ اتجاه، أول شيء اتجاه للإشارة، الإشارة الرئيسية راح يكون فيها اتجاه، ثاني شيء بدي أخذ شكل، الشكل اللي معطينا إياه الإشارة، يعني في عندي سرداب، ضروري نفهم هاي الجزئية، يعني الشكل تبع المغارة حكينا عنه. الآن في عندي لجف مغلق مسكر مش واصل أي مكان، إذن بعتمد هاي الاتجاه هذا، أو بعتمد اتجاه الإشارة نفسها. تمام، يعني بمشي مع اتجاه الإشارة نفسها. إذن في عندي مغارة، في بينها سرداب بين مغارة ثانية، المغارة الثانية مهمة، لكن بدي أخذ توجيه عشان أوصل بالآخر للإشارة الرئيسية. هسا بجوز إحنا نوصل لها ما بعرف، لكن في عشب كثير الله أعلم نوصل لها أو ما نوصل لها، لكن هاي الإشارة مهمة، فيها توجيه وفيها تثبيت لإشي عظيم، يعني تثبيت مش إشي سهل. طبعا وضع الإشارة عزز الإشارة هاي ببصمات ثانية، شايفينها عزز الإشارة يا أخوان. تمام، هاي هون في بصمة اتجاه، مثلا هون في بصمة، هون في بصمة، مثلا هون في كثير بصمات ماشي، عزز الإشارة، أعطاها تعزيز. خلينا نحكي هاي كمان بصمة هون ماشي، أعطانا مثلا على سبيل المثال المربع هذا، طبعا معيني، هذا بشكل المعيني مثلا، على سبيل المثال احنا بنحكي الشكل المعيني هاي شايفينه ماشي، أعطاني عزز الإشارة وعزز توابع الإشارة، يعني أعطاني قال لي الإشارة هاي مهمة، لكن أنا توهتها، هو كوضع إشارة توهها عنا، ما خلانا نعرف وينها. ليش؟ لأنه سكر الجرن الأول مع الجرن الثاني، سكرهم مع بعض بتوجيه داخلي، وصلنا لمكان ثاني، توهنا إحنا كمان. حسبي الله ونعم الوكيل فيه هذا الروماني، حسبي الله ونعم الوكيل. لا يا باسل توهنا يا أخوة، والله العظيم توهنا. تمام، يعني حتى الإشارات اللي موجودة على الصخرة ماشي، إشارات تموهية، ثلاث أرباعها إشارات تموهية، مش قادر تعطي الصح ماشي،
أعطانا هاي الإشارة وتوهنا في التوجيه تبعها وثبت لنا إياها وقلنا هاي الإشارة وهاي تثبيتاتها، وإذا كنتوا زلام يعرفوا وين هي. فهمتوا كيف يا إخوان؟ هذا اللي سواه فينا. طيب احنا أخذنا توجيه الإشارة أخذناه بالشكل هذا، يعني هاي الإشارة أخذناها بالشكل هذا هيك رايح هيك، إذا هذا التوجيه الصحيح تبعها. خلينا نتأكد منه ونشوف إن شاء الله أن نلاقينا شغلة تكون صحيحة 100%. إن شاء الله أنها هي هاي. والله إحنا لا نعلم، أقسم بالله يا إخوان إحنا ماشيين ندور إشارات وهذا، لكن لا نعلم. ماشي تمام، هيك ثبتت معي، هيك ثبتت، بس بدي أخذ الشكل تقريبا نفس الشكل اللي هو أعطانا إياه بالشكل الأولاني، يعني نفس شكل الإشارة من الداخل التمويه تبعها، بدي أشوف إذا أعطيني إياه هون أو إنه هو حط الإشارة هذيك وحط إشارة ثانية، والله أعلم. لكن لما وصلنا لهون إشارة مهمة، إشارة برضو حلوة هون، الله أعلم هي تكون تابعة للإشارة هذيك أو لا. ما بنقدر نعرف يا إخوان إنه هاي تابعة للإشارة هذيك ولا لا، لأنه المنطقة كلها إشارات. تمام، لكن في عندي إشارة مهمة جدا عندي هون، ومكان حفر صحيح 100%، بجوز تكون نفس الإشارة. إشارة حلوة هذيك يا إخوان، تكنيزية، مش تكنيزية زي ما بنحكي إنها تكنيزية فيها مصاري، لكن حلوة زي ما إحنا شايفين هون. معرفش إذا مبينة أو لا، عندي تشكيل المغارة هيو زي ما إحنا شايفينه، معاه توجيه بسيط، والله أعلم نفس اتجاه الإشارة هذيك. ماشي، لكن هيو تشكيل مغارة معاها سيال نزول السيال، مش عارف مبينه من الظل أو مش مبين، خلينا نحط ظل كامل. معاها توجيه هيو، تمام، توجيه لإشي هسه ورجيكم إياه. ماشي، زائد إنه محطوطة البصمات في كل مكان. تمام، يعني ثبت معي إشارة هاي هنا، بصمات كمان مزبوطات 100%. إذا ثبت معي إشارة، إذا إشارة هاي تثبيتية ممكن إنها تكون لاحق أو تابع لهذيك الإشارة، الله أعلم، ممكن إنها تكون لاحق، لكن أنا لا أعلم إن هاي الإشارة تابعة لهذيك ولا لا. لكن هاي إشارة مهمة، مهمة كثير وطريقتها حلوة كثير. طيب جاي إشارة تابعة كمان، يعني نعتبر هاي أول إشارة، إشارة التابعة الثانية اللي هي تشكيل المغارة الثاني، تشكيل المغارة الثاني مع وجود البصمات هاي زي ما انتم شايفينها بالشكل هذا، هيها تمام. إذا في عندي بصمات وعندي تثبيتات للبصمات، يعني هاي البصمة هاي عشان نشوفها مع الظل أحسن. هاي البصمة يا إخوان نفسها شفناها هناك، صح؟ الكبيرة هاي اللي في النص نفسها موجودة هناك. دقيقة خليكم معنا، هاي البصمة احفظوها، اعذرونا على صوت الهواء. هاي يا اخوان، تمام، حط بصمته هون، هيا تقريبا. ماشي، حط بصمته وجر التثبيت هون، تمام. دقيقة احفظوها عشان نتعب حالنا على الفاضي رايحين جايين، تمام. وحط نفس العملية، والله إنها مهمة، تمام. إذا تثبيت، الله أعلم، الله أعلم، والله يا إخوان إحنا لا نعلم إنه في إشارة، والله العظيم لا نعلم، لكن روعة، الله أعلم إنها هي كمان نفس هذيك، أو إنه هو نفسه حاط كمان إشي هنا، هو نفس الوضع الإشارة هذيك حط إشي ثاني هون، لكن التوجيه اللي موجود في إشارة المغارة هذا هو، هذاك التوجيه الإشارة هذيك نازل نزول، توجيه الإشارة هاي هيو السيال ماسك من هون منتهي في هون، وهذيك نفس العملية ماسك السيال، تمام. لكن هاي حلوة إشارة تثبيت للإشارة هذيك، والله العظيم. أنا هون عندي تشكيل المغارة الثاني، تمام، عندي هذا تشكيل المغارة الأولي، ماشي، لكن والله حلو. وصلنا يا مكان قلنا لك حسبي الله ونعم الوكيل في الروماني، قلت له والله فهمان الزلمه، ما بعرف شو بيسوي، يعني حط البصمه تبعته هناك وحط البصمه تبعته هون، ما
هكد شغله هون وهكد شغله هناك معلم. طيب يا اخوان عشان الدنيا رمضان الواحد صايب بيعرف يحكي على كل حال. اذا في عندي اشاره رئيسيه والله العلي عندي اشاره تابعه هون، اشاره ثانيه موجوده هون، اشاره ثالثه موجوده هون. عندي مكان الحفر تمام مثبت على مكان الحفر شكل المغاره، شايفين كيف المدخل تبعها ثبت على مكان الحفر شكل المغاره. مش عارفين هذا شو ايش هو بدورنا على صوت الهواء. اخذنا شكل من هون وشكل من هون، اخذنا التسكيره تبعت المغاره المهمه اللي احنا قاعدين بنحكي عنها وان شاء الله انها تكون نفس الاشاره حكينا عنها مهمه كثير. التسكيره تبعتها هيها عليها اشاره التثبيت والشغل صحيح مليون بالميه، وان شاء الله انه هاي بتكون لهذيك الاشاره لانه هاي راح نشتغلها يا اخوان تمام. هاي راح نشتغلها باذن الله قبل ما نمسك، اذا مسكنا ما راح نشتغلها تمام. من جويدة بناخذ السياق معانا ماشي. اذا اخذنا تابع الاشاره الاول، الاشاره الرئيسيه للاشاره الحقيقيه وضرنا صوت الهواء. اخذنا الاشاره الرئيسيه، اخذنا توجيهها، اخذنا البصمه الرمزيه اللي موجوده فيها اللي هي بصمه زي جرن جرن تثبيت، اخذنا الاتجاه تبعها ومشينا بالاتجاه. ومهم جدا نعرف كيف الاتجاهات يا اخوان ونعرف كيف توجيه الاشاره. وصلنا للاشاره الثانيه اللي بتدلك انه هنا في مغاره معها سيارة. انا في عندي تحت الباشا في هون عندي تمام تشكيل مغاره معها السيال التثبيت، هذا السيال مع السيال مع الشبك، هذا شبك معي مع البوابه هاي او زطمه الصخره، صخرتين هاي مقسومات هون وهون. عندي ان شاء الله انها تكون الاشاره هاي تابعه للاشاره اللي هي مغاره زائد مغاره بيناتهم سرداب والله العليم تمام. معها كل شيء واذكرونا صوت الهواء يا اخوان. وهي البوابه ونشكر الجميع على المتابعه وصبرنا على العصبيه والامور هاي. شكرا لكل المتابعه واهلا وسهلا فيكم.